مستمرون في النقاش مع حضراتكم، ونستقبل الآن عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بك. تحياتي لحضرتك يا فندم وتحياتي لكل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. كيف تتابع هذه الخطوة التي ستقوم باتخاذها الدولة المصرية أمام محكمة العدل الدولية؟ يمكن هذه الخطوة بتؤكد أن الدولة المصرية بتعمل على مساندة القضية الفلسطينية وتعمل بمختلف المسارات المختلفة، سواء المسار السياسي أو الإنساني، والآن نتحدث عن المسار القضائي أيضا، ليضاف للجهود المصرية الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية بشكل عام، وطبعا الفاعلة في إطار ما يحدث في قطاع غزة من حرب سافرة وحرب يعني وحشية تجاه الأبرياء والمدنيين. مصر لديها من الخبرات القانونية والخبرات في هذا المجال، وتستطيع أن تقدم مذكرات يعني تبرز الواقع وتقدم الحقائق أمام الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية، خاصة في الحقيقة أن هذا المسار القضائي أيضا يعول عليه في هذا التوقيت، خصوصا أن المجتمع الدولي الآن يتحرك بشكل حقيقي من خلال يعني حشد الجهود، وأيضا هناك الكثير من النبرات الدولية الآن أصبحت متعاطفة مع القضية الفلسطينية، ومن ثم هذا الجهد أيضا يأتي في التوقيت المناسب. وفي الحقيقة أيضا إن الدولة المصرية يعني مستعدة بكافة أدواتها السياسية والدبلوماسية لتقديم هذه المذكرة، لأن الدولة المصرية في الحقيقة كما قلنا لديها الخبرات اللازمة للعب هذا الدور، وأيضا نحن نتحدث عن أدوار تضاف للدور المصري رغم يعني صعوبة الموقف، ولكن الدولة المصرية قدر هذه المسؤولية وتستطيع أن تؤدي كافة الأدوار بالتوازي وبنفس الجهد وأيضا بنفس النجاح. طيب، المحكمة محكمة العدل الدولية طلبت من مصر أن تكون حاضرة برأي استشاري في هذه القضية، القضية الفلسطينية، منذ يعني قديم التاريخ ومنذ بدء هذا الصراع. كيف تنظر إلى دلالة هذا الطلب؟ يمكن هذا الطلب يؤكد أن الدولة المصرية في الحقيقة لديها روابط تاريخية وأصيلة بالقضية الفلسطينية، وهذا ما دفع محكمة العدل الدولية في الحقيقة يعني مطالبة مصر برأي استشاري، ليس فقط على الصعيد الوقتي، ليس فقط على صعيد الأزمة الراهنة أو ما يحدث مؤخراً في القضية الفلسطينية، ولكن على مدار التاريخ ومنذ بداية هذه الأزمة. وفي الحقيقة أن هذا أيضا يتفق والرؤية المصرية التي تتحدث طوال الوقت أن ما يحدث الآن ليس وليد اللحظة، ولكنه يعني وليد بداية هذه الأزمة منذ أربعينات القرن الماضي. وبالتالي أنا أعتقد أن طبعا موقع مصر الجغرافي وأيضا فعالياتها الأساسية منذ عام 48 مع هذه القضية، مصر هي الدولة الوحيدة التي سندت هذه القضية بالدم وبالروح، وإذا لديها روابط أصيلة مع القضية الفلسطينية منذ بداياتها، وبالتالي تستطيع أن تقدم شهادة حقيقية وشهادة واقعية وأيضا رد يعني تاريخي موثق لتاريخ القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية. وأعتقد أنه سوف يكون أمر في الحقيقة حاكم وأيضا فاصل في يعني قرار المحكمة محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية، واختيار محكمة العدل الدولية لمصر في الحقيقة في يعني تقديم هذه الشهادة بالتحديد، أعتقد أنه هو بالتأكيد يعني اختيار صدف أهله واختيار صحيح بنسبة 100%، لأن لا يوجد في الحقيقة أي فاعل إقليمي أو دولي آخر يستطيع تقديم مثل هذه الشهادة سوى الدولة المصرية، وأيضا ربما ممكن أيضا الأردن، ولكن الدولة المصرية أيضا بحكم المشاركات التاريخية في القضية الفلسطينية فهي لديها يعني الكثير والكثير من التفاصيل ما زالت تحتفظ به في أدراج الدبلوماسية المصرية وفي كتب التاريخ المصرية وفي الواقع المصري تستطيع تقديمه لمحكمة العدل الدولي. 52 دولة أيضا سيتقدمون بأسانيدهم إلى محكمة العدل الدولية. سؤالي هنا تحديدا عن الرؤية المصرية، وكيف كان لهذه الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، كيف استطاعت وكيف ساهمت في وضع الأمور في نصابها الحقيقي، كيف يعني فتحت مرة أخرى القضية الفلسطينية، وكيف استطاعت أن يعني توجه الأنظار نحو حق الشعب الفلسطيني في أرضه؟
هذه نقطة في غاية الأهمية، ويمكن الجهد المصري في هذا الإطار بالتحديد وفكرة إعادة القضية الفلسطينية لصدارة المشهد الإقليمي والدولي مجددا، والدور المصري في هذا الأمر ليس وليد أيضا اللحظة، ولكن يعني طوال الوقت هناك يعني عمل مصري وحديث مصري حول أهمية حلحلة القضية الفلسطينية وتبعات يعني تأزم القضية الفلسطينية على أيضا اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وحتى منذ عام 2014 ورأينا الدولة المصرية تعمل بكل جهد لإعادة القضية الفلسطينية أيضا كقضية مركزية لصدارة المشهد الإقليمي والدولي، والقيادة السياسية المصرية كانت حريصة وما زالت طبعا على أن تكون القضية الفلسطينية المحور الأساسي لعمل مصر الإقليمي فيما يتعلق بترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي. وبالتالي الجهد المصري متواصل، ولكن أيضا الآن هو مكثف خصوصا مع يعني تصدر القضية الفلسطينية لصدارة المشهد الدولي الآن. وأعتقد أن الدولة المصرية في الحقيقة نجحت وبجدارة منذ بداية هذا التصعيد الحادث تجاه قطاع غزة فيما يتعلق بإيضاح الصورة الحقيقية للأحداث في قطاع غزة أمام وكشف الرأي العام كل هذه المخططات التي يعني نحن بصددها الآن وهي على مرأى ومسمع من العالم كله. نقطة أيضا حب أعرف رأي حضرتك فيها ومتابعتك لها، وهي ما قامت به الدولة المصرية من جهود لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. مصر كان لها موقف واضح وثابت منذ البداية، فتحت معبر رفح البري من الجانب المصري، وأيضا دعت كل الدول من يريد إرسال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة فليتوجهون إلى إرسالها إلى مطار العريش لتقوم مصر بإرسالها للأشقاء في قطاع غزة. كيف تبعت هذا الدور، وكيف كان لمصر أيضا الخطوة الأولى في حشد المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة؟ يمكن في الحقيقة مصر كانت منتبهة منذ اللحظات الأولى لاشتعال هذه الحرب لأهمية العنصر الإنساني والدور الإنساني، وبالتالي بدأت في العمل بالتوازي مع مجهودها السياسي والدبلوماسي فيما يتعلق أيضا بالتوازي مع الجهد الإنساني، ولم تغلق معبر رفح بل ظلت يعني تقدم المساعدات، بل طلبت من المجتمع الدولي أيضا إرسال المساعدات وخصوصا مطار العريش لاستقبال هذه المساعدات، وفي ظل حتى تعنت من الجانب الإسرائيلي وعرقلة من قبل الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات سواء من خلال قصف معبر رفح من الجانب الإسرائيلي 4 مرات، وأيضا قدوم الدولة المصرية على يعني ترميم هذا الجانب حتى لتسهيل دخول المساعدات، أو من خلال بعض العراقيل الأخرى التي يضعها الجانب الإسرائيلي، أو حتى من خلال يعني بعض الإسرائيليين نفسهم الذين يعرقلون دخول المساعدات عند معبر كرم أبو سالم. وبالتالي بالرغم كل هذا التعنت والعرقلة الإسرائيلية إلا أن الدولة المصرية ظلت مصرة على إدخال المساعدات الإنسانية. وهنا مصر في الحقيقة لا تفصل ما بين جهدها الإنساني وجهدها السياسي، وأيضا لا تفصل هذا عن ثوابتها فيما يتعلق برفضها التام لفكرة التهجير القسري. وبالتالي مصر حريصة على تقديم المساعدات والمساندة الغذائية والدوائية للمواطنين في قطاع غزة حتى يستطيعون الصمود أمام فكرة التهجير القسري ويستطيعون البقاء على أراضيهم صامدون أمام يعني هذا العدوان السافر. وبالتالي مصر منذ اللحظات الأولى وحتى الآن وسوف تستمر في الدعم الإنساني، بل إنها تتوسع بفكرة الدعم الإنساني، ونرى الآن يعني وجود منطقة لوجستية بسيناء، بنرى تخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات، بنرى حتى المجتمع الدولي الآن أصبح يعول على مصر فيما يتعلق بإدخال المساعدات. وأعتقد أن أيضا نحتاج إلى دعم أكثر من المجتمع الدولي لجهود مصر فيما يتعلق بالضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بإدخال المزيد من المساعدات. وبالتالي نحن نتحدث عن دور أساسي ومحوري ومرتبط أيضا بكل الثوابت المصرية خاصة فيما يتعلق برفضها لفكرة التهجير القسري. مصر سوف تظل تقدم يد العون والمساندة للأشقاء حتى يحصلوا على حقهم المشروع في دولتهم الفلسطينية. وأعتقد أيضا أن الدور الإنساني المصري لا يقتصر فقط عند تقديم المساعدات، ولكننا نرى الآن أكثر من 47 مستشفى في 8 محافظات يقدمون الرعاية الصحية لأكثر من 2200 فلسطيني دخلوا إلى الأراضي المصرية ويتلقوا الرعاية الطبية في
في المستشفيات المصرية. إذن دور إنساني يتسع في كافة الأصعدة وكافة المناحي، ومصر سوف تظل دائما وأبدا هي السند والعون للأشقاء الفلسطينيين. أيضا دور مصر في استقبال السياسيين والدبلوماسيين ليروا بأعينهم المساعدات التي تقدمها مصر من خلال معبر رفح البري، كيف لهذا أنه يعني شارك في إيضاح الصورة وكان شاهدا أيضا على كل الأكاذيب التي تقدمت بها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟ يعني أتفق تماما، فكرة أن مصر كانت حريصة على أن يذهب كل المسؤولين سواء على صعيد وزراء الخارجية، على صعيد حتى القادة، بعض القادة الذين أتوا إلى القاهرة ذهبوا إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، أيضا حتى المسؤولين الأمميين. وصل الأمر إلى أن أنتوني غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ذهب إلى معبر رفح ونظر بعينيه إلى أن المعبر مفتوحا وأن العرقلة بإدخال المساعدات من الجانب الإسرائيلي. إذن هذا الحرص من الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية في الحقيقة ليس لديها أي شيء لتخفيه، مصر لديها شفافية مطلقة، وأعتقد أن شفافيتها وهذا العمل الذي يعني لديه مصداقية وشفافية لدى المجتمع الدولي هو ما أحبط الأكاذيب والشائعات التي حاولت النيل من الدور المصري. الدور المصري في الحقيقة في هذا الإطار وفي غير هذا الإطار في الحقيقة مستهدف بالشائعات والأكاذيب منذ اللحظات الأولى في محاولات للتشكيك، وهذا في الحقيقة يعني يدحضه الواقع ويكذبه الواقع، لأن الواقع على الأرض يعني بالشواهد التي تؤكد أن الدولة المصرية دولة لديها مصداقية، لديها قدرة على أيضا إنفاذ رغبتها في إدخال المساعدات، وأتت بكل المسؤولين وبكل القادة إلى القاهرة، والجميع رأى بعينه أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يعرقل المساعدات. أيضا المضاف إلى هذا أن حتى القرار الخاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإدخال المساعدات أقر بشكل حقيقي أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يعرقل دخول المساعدات، وبالتالي أنا أعتقد أن الجهود المصرية على صعيد الميداني أو على صعيد الدبلوماسي نجحت في إحباط كل الأكاذيب ونجحت في إحباط التشكيك الذي يمارس ضد الدور المصري، والدور المصري سوف يظل قويا قادرا على إنفاذ رغباته وأيضا تحقيق أهداف القضية الفلسطينية وأيضا مساندة الشعب الفلسطيني. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي على كل هذه التفاصيل.